نشأته اليوم على أنه هذا عرس في العيون ديال حزب التحرير الاشتراكي لإنعقاد مؤتمر جهوي ديالو اللي غادي ينبثق منه مؤتمرين وكذلك أعضاء مجلس الوطني اللي غيشاركوا في المؤتمر 11 الوطني ببوزنيقة إن شاء الله. واليوم كيفاش شفتوا المناضلين ومنتخبين الحزب اللي خاضوا معركة الانتخابات الأخيرة لا الجهوية ولا الجماعية ولا البرلمانية؟ الحمد لله ولا عندنا وزن ولا عندنا منتخبين في جميع الجماعات وفي الجهة كذلك وعلى المستوى التشريعي بالنسبة لمجلس النواب وكذلك مجلس المستشارين. طموحات الحزب في الجهة هي كبيرة وإحنا اليوم بادين مرحلة جديدة باش المرحلة الجاية إن شاء الله نكونوا تقدمنا أحسن وطورنا الحزب وجاو غادي نجدوا الهياكل كذلك اللي تشتغل لمصلحة الحزب ويكونوا فيها مناضلين حقيقيين ومناضلين كيشدوا الرهانات ويناضوا من أجلهم. وكذلك إحنا في المؤتمر الجهوي إحنا مأزرين الأخ الكاتب الوطني الكاتب الأول على انتخابه لولاية ثالثة وإحنا معاه ومستمرين معاه إن شاء الله الرحمن الرحيم وهو اللي غيصلح يقود المرحلة القادمة لأنه بين عن جدارة واستحقاق باحتلال المرتبة الرابعة على المستوى الوطني على أنه كفء وهو اللي غادي يقود المرحلة الجاية إن شاء الله. إحنا معاه كذلك من جهة العيون الساقة الحمراء. اليوم كان عندنا لقاء تواصلي للتحضير للمؤتمر 11 لحزب الاتحاد الاشتراكي. كان لقاء في المستوى وكانت هناك تدخلات الاتحاديين والاتحاديات التي تعبر عن انتمائهم السياسي داخل الحزب. يأتي هذا النشاط الحزبي بالعيون هو تحضيرا أو دعما منا كمنتخبين الحزب في جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء للكاتب الأول للسيد إدريس الأشقر، حيث نرى فيه الرجل المرحلة القادمة للقيادة الحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. حضرنا اليوم باسم وجهة الداخلة والذهب هذا اللقاء التنظيمي للتحضير للمؤتمر 11 لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أولا التحضيرات ماشية بوتيرة جيدة ولله الحمد في إطار ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة التحضيرية. التحضيرات هذه النوبة تتسم بنوع من النقاش العميق جدا، النقاش الواضح والصريح، نقاش هادئ وهادف وموضوعي كذلك من أجل تقوية الحزب ومن أجل إعادة توهج الحزب في المجتمع سيرتم بعد الانتخابات الماضية ومن بعد نتائج اللي حصلنا عليها وحققناها المرتبة القوة السياسية الرابعة وطنيا، وبالتالي مطالبون بتحصين هذه المكتسبات واستشراف المستقبل بالكثير من التفاؤل.